أنا أعتقد أن هذه دول واجهت الحقيقة، والحقيقة تبقى أننا لا نزال نعيش في عالم حيث عملة الدولار هي المهيمنة للتجارة وللاحتياطات، وبالتالي في حال حاولت هذه الدول تغيير ذلك ضمن هذه القمة بالذات لكانوا وضعوا توقعات وكانت غير معقولة ومقبولة. 60% من احتياطي العملات من حول العالم هو بالدولار، ولكن منذ عقد تقريبا كان هذا الاحتياطي يمثل 70%، بالتالي كان هناك انخفاض 10% بالاحتياطي بالدولار. بالتالي الابتعاد عن الدولار هو مثل تحول الطاقة الذي يتكلم عنه الجميع. الكلمة الأساسية هنا هي التحول. لا نزال سنحتاج إلى الوقود الأحفوري لفترة طويلة، وسنحتاج إلى الدولار أيضا لفترة طويلة، ولكن في الوقت عينه ومع مرور كل عام بعد آخره سيقل اعتمادنا على الوقود الأحفوري لبعد 40 و 30 عاما من الآن، بالإضافة إلى انخفاض هيمنة الدولار، ولكن لا يعني أنه سيستبدل هذا الدولار قريبا لأنه لا يبقى قويا جدا.